إذاعة صوت المرأة. صباح الخير عليكم مستمعات ومستمعي إذاعة صوت المرأة، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار. برنامج الحوار لنهار اليوم نستضيف فيها صاحبة ماركة الجوالي أميرة تفريج. مرحبا بك أميرة معنا. مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة. العفو. إذا أميرة هي صاحبة ماركة الجوالي، جاتنا من ولاية أدرار من منطقة أولف، وأميرة هي مصممة أزياء واللي تجمع فيه بين العصري، بين التقليدي والعصري. أميرة، اللي شفت التصاميم تاعك يلاحظ أنه في صلة كبيرة بينك بين منطقتك ولا بين أصولك وبين هذا التصميم، كيف جات فكرة الجوالي؟ فكرة الجوالي معايا من الصغر، لكن صح الاسم كجوالي جاء جديد، بس أنا الفكرة تاعي وشن هي نعرف بالمنطقة تاعي، بس كل إيمان الكبير اللي عندي أنه كل مقاول لازم يساهم في تنمية المنطقة اللي هو جاي منها، يعني لازم البناء يكون من التحت للفوق. فهذه الفكرة الأولى اللي كانت عندي كفكرة مقاولتية. والجوالي كاسم هو اسم فستان معروف تمك في هذه المنطقة، يمثل منطقة تيدي كلت فقط، يعني ويلبسوه تقريبا كاع الأعراق اللي موجودة تمك، فهو ثوب تاريخي. من وش يتكون هذا الفستان؟ كيفاش تقدري توصفيه؟ الفستان هذا فستان أبيض بالدونتيل، يتربط بالشاش صفر في أولف، بعض العائلات يربطوه بالصفر وبعض العائلات يربطوه بالشاش الأخضر. دوكا لكن في عين صالح معروف بالأخضر، دوك منطقة تيدي كلت فيها أولف فيها عين صالح، يعني تتميز تتميز أيوة، ولكن أولف أكثر شيء بعض العائلات معروفين يربطوه بالشاش الأصفر، لكن عين صالح يربطوه بالشاش الأخضر. وفيه الفضة بيان سور، كاينين بزاف الاكسسوارات تاع الفضة تقيل، كل واحد والاسم نتاعها، وكاين الحرام الفوق الأسود هذاك اللي يلبسوه الناس تاني، حتى مش الشعر تختلف، الميك اب تاعها يختلف، كل شيء يختلف، يعني لمسة خاصة، لمسة خاصة ومميزة من طاقة اللي كلت. أميرة، في التصاميم تاعك وشي هو ستايل اللي تعتمديه أكثر؟ شفنا أنه دائما في قطعة فيها ألوان، فيها يعني فيها حكاية، حكينا شوية على هذا الستايل تعتمديه في تصاميمك. أنا نعتبر ستايل تاعي هو ستايل يومي، كاجوال وسامبل جدا، يعني المرأة الجزائرية تقدر تختار أي قطعة وتخرج بها. يعني أنا الهدف الأول تاعي وشنو هو؟ أني نلبس جزائري كل يوم، يعني الحاجة اللي راح تميزني على كل المناطق الأخرى ولا على كل الدول المجاورة أني كي نلبس جزائري. بس كوراني لاحظت مؤخرا وللأسف هذا شي حاجة ما تعجبنيش، أنه كاين بعض الألبسة اللي جايين من دول الخليج ولا جايين من دول مغاربية الشقيقة، واللي نلبسهم بشكل يومي عندنا. علاش؟ لأنها سهلة اللبس. ففكرت علاش أنا ما نصمم لباس بروح جزائرية ولكن تاعنا، يعني ماشي لازم أنا نجيب لباس من دولة خليجية باش يكون كومفورتابل ليا في وسط بلادي، ولا لبسة نجيبها أنا من دولة مغاربية شقيقة باش تولي لبسة يومية عندي. نو، احنا تاني عندنا شخصيتنا، احنا تاني عندنا هويتنا اللي لازمنا نكونوا فخورين بها. وشكون اللي لازم تكون فخورة بها؟ هي المرأة. احنا المراه هي اللي صح هي القائد في وسط المجتمع، مش الرجل لدينا الحقيقه، باسكو احنا اللي نحافظوا على الموروث، احنا اللي نحافظوا على العادات، احنا اللي نحافظوا على التقاليد، حتى على الدين. صح. بوفاي باي اكزامبل، انا في منطقه اولف مش محتاجه نجيب لباس من دوله اخرى باش ندير لباس مستور، لباس شرعي. اللباس الشرعي رانا نلبسو حنا ديجا في بلادنا، نسموه الملحفه ولا نسموه ليزار ولا تصغنس، هادو جداتنا امهاتنا يلبسوه. فعلاش انا نروح نبدل طابع منطقه كامله بلباس مش لبسي؟ فلهذا في ماركه الجوالي انا نحب ونركز انه اللباس تاعي يكون سامبل لكن فيه لازم لمسه جزائريه، ومش لمسه برك من منطقه تيدي كلت. نو، 48 ولاية ونزيدوا 10 ولايات المنتدبة هذيك قاعد نديرو. أكيد. ونحن نشوفوا بلي الجزائر هي غنية بالتراث تاعها وغنية بثقافتها وغنية بعاداتها وتقاليدها، وهذا حاجة يعني جميلة جدا أنك تشوفي في تصاميم أنه فيه لمسة. خليني نسألك سؤال آخر، هل هذه التصاميم اللي تصممها أميرة تتناسب مع ذوق كل نساء الجزائريات، ولا أي مرأة في أي منطقة في الجزائر تقدر تخرج بهذا الفستان؟ يعني هو مناسب لكل أيام الأسبوع مش في مناسبة معينة؟ لأنه نشوفه حتى في تصاميم عالمية يقولك مثلا هذا الرغاب تخرجي بها مرة على مرة، تتلبس غير في الأعراس أو في المناسبات. بالنسبة لتصاميم أميرة كيفاش؟ أنا الراعي في كل تصميم نقوم به يكون هذا اللباس يقدر يتلبس في مناسبة عادية
ويقدر يتلبس في مناسبة، يعني نقولوا حفلة، عرس، مناسبة مميزة خاصة. كاين بعض التصاميم اللي درت فستان عادي ما فيه ولا شيء حتى لمسة، لكن البلازيغ اللي عليه بالمنسوج نتاع مدينة لمسان، ففيه لمعة، هذاك غير تزيد البلازير يولي صالح تروحي به مناسبة حتى عرس، قد تروحي به حتى عرس. يعني نشوف أميرة هنا، أنت ما اقتصرتيش على منطقتك فقط، الانطلاقة كانت من الأصل، ومن بعد حاولتي أنك كل ولاية تقتبسي منها. أيوة. حاجة معينة. حتى باغ اكزومبل الفوتا أمازيغ، أنا ديما في كل مقابلاتي الصحفية نقول هذه الفوتا يعني أمازيغ تعجبني وانا صغيره، كي نشوفها عندها شغم، عندها الشغم تاعها، ما نشوفها حتى دوله ثانيه تميز غير بلادنا. فعلاش حنايا كجزائريات ما نلبسوها ونزيدوا نوروا للناس انه هذه ترجع برك للامه الجزائريه. فهذه مثلا صممت بينها فستان بسيط جدا، تقدري تلبسي عليها بلازير فيولي تقدري تروحي به للعمل، تقدري تنحي البلازير وتروحي به مناسبه مثلا، تقدري متعرفاش ديري على اي عفسه ثانيه، فيكون مصمم بشكل بسيط. بس علاش لازم نراعوا الحاله الماديه اللي يمر فيها المجتمع الجزائري؟ وهذا هو السؤال التالي اللي راح نسالك ليه اميره، بالنسبه للاسعار، بالنسبه للقماش، بالنسبه لهذا، كيفاش راكي تنسقي بيناتهم؟ هل انت يعني في عندك مثلا ماركه تاع قماش معينه، او انك تعتمدي حتى على بقايا القماش او هذا لي شوتيت؟ اللباس الجزائري هو لباس ديجا فخم، فصعب تبسطه انك ديري قماش رخيص. انا هذه ما نقدرش نديرها. فنوعيه القماش دائما نعتمد القماش الافضل، يعني نوعيه القماش اللي نقدمها لاي وحده تجي تشري من عندي في الجوالي تتاكد انها افضل نوعيه موجوده. ثاني حاجه، حتى لو حبيت نبسط، ممكن نبسط في التصميم مش في النوعية. صح. نوعية الخياطة تكون ممتازة، حتى نوعية القماش تكون ممتازة، حتى الفكرة تكون أوريجينال. أكيد. وكل الكوليكشنز نتوعي اللي أطلقتهم حتى الدركة ليميتد إديشنز، يعني ما نحبش ندير بزاف نخرج منها 1000 2000 تولي ما عندهاش معنى. صح. نحب اللي تلبس الجوالي تلبسه صح بفخر، بس فيه رسالة. الرسالة نتاعنا وشنو هي؟ ان احنا اصليين اساسا، انه احنا عندنا حضارة، احنا عندنا ثقافة. تحب تشري لبسة الجوالي البسها وشريها بالطبع باش تحافظ على اصولك الجزائرية. اميرة، وشي هي الصعوبات اللي تواجهك كمصممة ازياء، خاصة ما عندناش بزاف مش الجزائر غنية اكيد وعندنا مصممات كثيرة، ولكن قلما نلقى واحدة تجمع بين العصري والتقليدي. هذه اللمسة، وش هي الصعوبات اللي تواجهك أنت؟ أول صعوبة اللي راهي تواجهني، الناس ما قدرش تفهم أنه أنا أول حاجة منيش مصممة أزياء تاع لباس تقليدي. أنا ما نصممش لباس تقليدي لأنه هذا المجال عنده أهله واختصاصه، عنده أهله وعنده اختصاصه، ونعتبرهم فنانين. هذا وحدهم. كاينين الناس اللي راهم دخلوا سوق الملابس الجاهزة، ولكن للأسف يعني نسخ لصق، ما فيش يعني حاجة إبداع ولا إبداع. تطور، وهذا شيء محزن. ومرات حتى لما تروحي تشوف يعني ميد إن ألجيريا ما يشروهاش، علاش؟ لأنه سوء التصنيع، أنها النوعية سيئة. وصحيح لما نروح مرات للسوق ونلقوا حاجة مصنوعة في بلادنا نلقاها سيئة الصنع. صح. لماذا؟ علاش إذا احنا قادرين نقدموا حاجة مليح، علاش رانا نقدموا صورة سيئة؟ دوك أنا هذا وهذا راهم يأثروا عليها بشكل سلبي. صح. لأنه لما يجوا يشوفوا ماركة مصنوعة في الجزائر يقولك مثلا السعر غالي. لا، السعر مو غالي، لأنه هنا منكش تأخذ بعين الاعتبار نوعية القماش، جودة المنتوج، وتاني حاجة أنه limited edition، فما تقدرش تطلب مني نكون مثلي مثل ماركة رخيصة اللي راهي تنباع باي اكزامبل في السوق بشكل بسعر عادي، ولا هذيك الماركة الغالية اللي هي أصلا لباس تقليدي. وإحنا عارفين وش هما الأشياء اللي نستخدمهم في اللباس التقليدي، المجبود ولا الفرقاني، هادو غاليين بيان سور، غاليين. أكيد. نبسطو نولو في السيء. فلهذا ماركة الجوالي راهي تجرب تلقى مكانها في السوق، راهي تجرب توري الرسالة الأولى للجزائري، أنت تستاهل تلبس حاجة عندها نوعية ممتازة، ولكن في بلادك وتمثلك، تعطيك هويتك. مش لازم أنا نستورد من الصين ولا من تركيا ولا من دولة أخرى باش أنا نقدر نلبس مليح.
وهذا هو سؤالي لك أميرة. خليني أسألك بالنسبة للإقبال والتفاهم الناس، كنت قلتي لي بلي الناس ما راهيش فاهمة أببخي الجوالي وشي هي الهدف تاعها. أنت أول هدف كان هو أنك تعرفي بالمنطقة وأنك تحافظي على التراث، ولكن نشوفه بلي ممكن في ثقافة عند المشتري الجزائري أنه ممكن يشري حقيبة مثلا من زاغا ولا من جينيفر بصح ما يشريش مثلا ماركة جزائرية. هل في إقبال أنت من ناس من خارج الجزائر أنهم تعرفوا على هذا الثقافة ووصلوا وصلوا يعني الشيء اللي راكي تطمحي ليه أنت يعني في الماركة تاعك؟ كم أنا الماركة تاعي مازال راها جديدة، يعني حتى سنة حتى سنة ما كملناهاش. احنا ركزنا بزاف نقدموا الجودة النوعية حتى في الكوميونيكاسيون، حتى في الموقع الإلكتروني تاعنا. أي واحد يزور الموقع الإلكتروني تاع الجوالي رح يكمباره مع ماركات عالمية، عالمية صح، مش مع ماركات هنا في الوطن للأسف. أنه أنا هذه حاجة اللي تقلقني، أنه الجزائري قادر يقدم الأفضل، المرأة الجزائرية قادرة تقدم النوعية، لكن كاين مشكل هنا عندنا في المجتمع أنه ما يدعمش المنتوج الوطني. علاش ما تدعمش المنتوج الوطني؟ لا، لازم تدعم المنتوج الوطني، أنه هذا كيفاش راح نطوروا الاقتصاد نتاعنا. وفي رأيك أميرة يعني وش هي الحلول اللي ممكن نديروها حتى نقدروا نتعاونوا مع بعضنا ونشجعوا منتوجات بعضنا وأن نخليوا ماركات ممكن ناس عندهم قدرات وعندهم مؤهلات وما لهمش قادرين يوصلوا هذا؟ أنا نشوف الحل باش نخلي المواطن يحط الثقة في المنتوج الوطني كاينين اثنين دورين. دور المتعامل الاقتصادي، يعني انت اللي راك تقدم المنتوج للمواطن الجزائري، راعي كل الفواعل والاشياء الموجوده داخل الوطن. يعني الحاله الاقتصاديه صعبه، الحاله الاجتماعيه صعبه اللي رانا نمر فيها، الحاله الصحيه صعبه اللي تاني رانا نمر فيها حاليا. يعني البلاد راهو يا ربي نفوتوا هذه ازمه كورونا على خير، يعني كم لنا رانا نتمنى. فحتى على المواطن وشنو هو، ما تصابطيش هاد الناس اللي راميسية ولونسية، باسكو مهما كان أنا كي قدم حاجة أني نقدم السعر اللي هذاك هو لأنك تخامي في كل الأطراف، في كل الأطراف يعني هذا هو السعر اللي راني نقدر نقدمه. تاني حاجة الدولة، الدولة تاني لازم تخدم على دعم كل المتعاملين الاقتصاديين المواطنين. احنا يا دركة نلقى روحي أنا السوق نتاعي مليان بلي مارك اللي ما دون المستوى، اللي راهم جايين مستوردين من دول اخرى دون المستوى. يعني حتى المنتوج نتاعهم سيء وسيء جدا، علاش نلقاهم في الاسواق نتاعنا؟ بدل ما نجيبوا منتوج سيء من دول اخرى، نخلو هذاك الامر للناس المقاولين الجزائريين اللي محبين نشطوا في مجال اللباس الجاهز، ونسهلوا لهم عمليه فقط التسهيل. ماناش نقول لكم عطونا، ماناش نقولوا مدونا، نو سهلوا لنا فقط، انه حاب ندير الماركه نتاعي سهل لي. هذا الشيء الوحيد اللي راهو مطلوب، انه احنا قادرين باسكو دركا الحمد لله. يعني خلال هذه السنوات كامله من عهد الاستقلال للحين، الدوله الحمد لله استثمرت في الجامعات، استثمرت في التدريس في التعليم. احنا عندنا دركا ناس قادره تنشئ شركات، قادره تنتج، قادره نجيبوا النوعيه الافضل، احنا قادرين نجيبوا افكار ما هيش موجودة في دول أخرى. أكيد. أميرة كيفاش تشوفي السوشيال ميديا؟ هل هي يعني عوناتك في أنك تسوقي المنتوجك أو أنها يعني؟ الحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي عاونتني بزاف، باسكو هادو تولز موجودة مجانيا. يعني برك يخصك الذكاء كيفاش تستخدميهم، ومرات طبعا يخصك فلوس باش دير تعمل سبونسورينغ وهكا، ولكن الحمد لله موجودين هاد مواقع التواصل الاجتماعي دونك رانا نتعاملوا بهم. ولكن انا صراحة يعني الانفستيسمون الكبيرة نتاعي كانت على كوميونيكاسيون، على الموقع الالكتروني، على وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة نتاع الالكترونية ممكن تاعك اكثر، مش برك الالكترونية لانها هي المتعامل الرئيسي ممكن. ايوه حبيت انه صورة الماركة نتاعي كجوالي تمثل الجزائري نتاع اليوم، انه احنا مطالعين، احنا نعرفوا كيفاش نسوق المنتوج نتاعنا، احنا عارفين نصمو، احنا قادرين نديروا ماركات نتاعنا اللي نفسوا بها عالميا. لكن حاليا مانيش نحوس على العالميه قد ما راني نحوس داخل الوطن، انه يا ناس احنا كشباب جزائريين قادرين ننتجوا، احنا قادرين
نجيبوا جديد، احنا قادرين نضمن لكم النوعيه، احنا قادرين نخدموا خير من الناس الثانيه. يعني عنا ثقافه بلادنا. في هذا في هذه بلادنا، ماشي لازم واحد ثاني براني يجيب المنتوج نتاعو ويهيمن على السوق، على السوق وحنا نقعدوا نستنى امتى يطيح لنا الزهر. أميرة، هل تخمي أنك تفتحي سوق خارجي أو أنك تسوقي سلعتك للخارج؟ طبعا هذه خطة طويلة الأمد كما قلت لك، لأنه حاليا باش نقول لك نصدر، التصدير عنده ماله، والتصدير لازم استراتيجية وطنية. باش نقول لك أنا راح نوجد كونتونير ونبعته ديريكت لفرنسا، نو، احنا ما عنديش الخبرة مازال، وديجا لازم لي نفهم في السوق الجزائري وكيفاش نوصل الماركة نتاعي على البيوت الجزائرية، والتصدير من بعدين هذه كما قلت لك استراتيجية وطنية. او ممكن كيفاش احوالك مع السوق الجزائرية؟ السوق شوفي ما فهمتش. اوكي أميرة، خليني نسقسيك اخر سؤال، هل في كولكشن جديد او كاين يعني عم نقدر نقولوا حاجه جديده راح تجينا للسوق من ماركه الجوالي؟ كاين بزاف عفايس راح يجوا جداد ان شاء الله. ان شاء الله هاني الكوليكسيون نخدم عليها، باسكو الى دركا لونسي دو كوليكسيون. الله يبارك. داكور، فهذاك ك حاجه راني نخدم عليها بور لو مومون، مي ثاني كدور ليا انايا في جيل كابسي. اوكي، لانه نامنوا في جيل كابسي اللي هي الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أنه الشباب الجزائري كما قلت لك قادرين نعطوا إحنا لبلادنا، وكمان البلاد عطتنا كفاية، إحنا قادرين نعطوا لبلادنا بإذن الله. نحتاجوا برك القوانين والتسهيلات اللي تقدر تساهم صح أن تخلينا خاصة الأوراق والضغوطات الإدارية لازم الدولة تخفف شوية من هذا البابير. نتمنى من ربي أنه هذه الأمور تنقصوا، خاصة ندرك في التوجه الجديد أنه كل شيء إلكتروني، فنتمنى يا ربي يولي كلش صح إلكتروني ونحبسوا الذهب للإدارات. يا رب يا رب يا رب. وتاني حاجة كنت عامل تاك مع رقمي مباشرة، رقمي بس كيف درك بلادنا كبيرة ياسر، كيفاش يرحم بابك؟ انا باغ اكزومبل من اضرار ولا من حاجه نسحق برك من اول في الاضرار، راني متحققه 350 كيلومتر، راني فوس ولايتي 350 كيلومتر الاضرار البعد. البعد. وحتى الانترنت يعني نشوفوا باللي مش فقط ان نرجو الادارات الرقميه، ولكن حتى تدفق الانترنت وحتى التسهيل كل هذه الاشياء لازم الدوله تكون عندها اراده حقيقيه حتى تنهض بهذا القطاع. هذه حاجه، لكن حتى احنا دركا كشباب في جيل كابسي، لانه احنا مقاولين جداد، أرباب عمل صغار مازال رانا نحاول نقدموا شيء، فهذا هو الإيمان الكبير نتاعنا صح، أنه كل إنسان كل شاب يعني في ولاية نتاعو عنده فكرة، اخدم على الفكرة تاعك، حاوس تفهم المشاكل اللي عندك في المنطقة نتاعك، حاوس تقدم حلول عليها، بس أنا نظن كاين الدعم، برك انت اطلب الدعم المناسب للمشكل المناسب اللي راهو عندك فقط. ما حاول تخصص شويه، تخصص على الاقل انك تستفيد بطريقه ذكيه كما نقولوا، وشوف المشكله الاكثر صعوبه قدرتيش تتجاوزها. صح. اميره، كلمه اخيره يعني لكل الشباب وبالخصوص للمراه الجزائريه اللي راهي حابه ممكن تستثمر او انها تنتج او انها تصدر ماركه خاصه بها. لكل الشباب الجزائري ما تستناهاش سهله ولا طايبه، راح تخدم، راح تخدم وتخدم ياسر، راح تتعب، راح تستنى ياسر، لكن ابدا، حتى لو استنيت عام عامين ابدا وخلاص. اما المراه الجزائريه معروف عليك مجاهده. انت اختصرتها اكيد، وتحيه لكل النساء الجزائريات. معروف عليك مجاهده، دوك كملي في الجهاد. كل النساء الجزائريات ومن اذاعه صوت المراه نتمنى لك كل التوفيق. شكرا أميرة، وشكرا لك كنت حاضره معنا اليوم، نتلاقاو في العدد القادم. شكرا اذاعه صوت المراه.